سلام على السلامة حبيباتي، مرحبا بكم مرة أخرى معايا. أنا كنت في الفيديو السابق وعدتكم اللي أنا باش نشارك معاكم مشتريات اللي شريتها رمضان. حبيت نشاركها معاكم، وحبيت أول حاجة نشكركم على الكومنتات الحلوة وعلى التعليقات الباهية، وإن شاء الله يا ربي ديما في المزيد. باهي، أول حاجة باش نوريكم، أنا خذيت لهنا، خذيت المقص هذا، كان عندي انا اصفر ورونجي تكسرولي، نقص بهم البيتزا يساعدوني خير. وخذيت هذوما، يجو ما بين المقله والمقله باش ما المقله ما تتجرحش لينا. خذيت المقله هذه صغرونه، انا عندي بطبيعتي مقالي كل نظاف وباهين وجدد، أما خذيت هذه 20 صغيرة للبيض وإلا الحاجة صغيرة. وعجبتني هذه في الموف، أخذيتها كما تشوفوا لهنا في الموف، ولا محالة والله عندي برشا أنا تناجر وبرشا، أما حبيت نشري حاجة باهية وجديدة في رمضان. شخليه صبعي عويج من حكين، على خاطر انا مسوسه ياسر، ديما ننظف ديما نحك، راجلي ديما يقول لي مسوسه. وخذيت هذية غيرقة شويه، جربتها المره اللي فاتت ما قليتش فيها برشا حاجات، امونه تعاون فيا. زدت خذيت الحكة هذه، زاد عجبتني خاطر ماما بعثت لي لفاحات، قلت نحط فيها لفاحات. وخذيت هذه الصغرونة زاد عجبتني، ماما ديجا توا سكروا حجر صحي، عجبتني هذه في تي وإلا نحط فيها البخور اللي بعثته أمي وإلا تي وإلا أي حاجة. وخذيت هذه من مترو كامفورت، هي ماركة باش نقيس بيه ونزن بيه، عجبني خذيته باش نقيس بيه ونزن بيه المقادير نتاع الجاتو والا نتاع السوائل. خذيت زادة هذه عجبتني تتخلط فيها والا زادة عبد يقيس فيها باللار، زادة نجم مثلا نخلط فيها الواحد نتاع السلاطة الدريسينج، وال هذه حاجه باهية فيها، تنجم توزن تخلطي بها كل شيء، تعملي بها ميل شيك مكتوب عليها كل شيء باللار، عجبتني زاد خذيتها. وخذيت زاد سباتيو هذه في الازرق، عجبتني عندي في الروز، وعجبتني هذه البلو الزرقاء خذيتها. وخذيت هذوما زاد عجبوني، وخذيت هذية زاد في الأخضر، حبيت نبدل شوية تاع الدهن. خذيت هذوما زاد من تيدي، وفيهم زاد كال تنجمي تزيني بها الكريمة تاع الجاتو. خذيت زادة هذية من تشيبو، هذية تنظف البلاك نتاع الغاز، كانت عندي انا نتاعي صدت لي شوي، اما نتصور الماركة هذي باهية. خذيتها وعجبني، احسن حاجة عجبتني هو الطاجين هذا، عجبني تاع زيتون سلطة مشوية تحفون ومحليه. اخذيته، اخذيت السوبريير هذه الكبيره، نجم نحط فيها مكرونه، نجم نخلط فيها الجاتو، اما المستحسن ما نخلطش فيها الجاتو، علاش؟ على خاطر ما اللي فات جربت خلطت الجاتو الميكسر جرح لي السوبريه بيضه والا اي سوبريه يجرحها، من المستحسن بلاستيك، انا ديجا خذيت بلاستيك باش نوريهم لكم. وكان عندي انا، كان عندنا المره اللي فاتت عملنا المودام بدلناه وعطونا بونوس،
خذينا بيه هذه عشبة تمونة حلتها جربت فيها المرة اللي فاتت، نجمو نعملو فيها هامبورغر ونجمو نعملو فيها زادا أكل السندويتشات البروتشن. عندها لهنا الصفاية اللي هبت فيها الزيت وخذيت منها واحدة في الكبيرة تاع البانيني، هذه مازلت ما جربتهاش، اما هذه جربتها امونة عملت فيها الساندويتش نتاعها نتاع المدرسة اخر نهار اللي مشيت فيه. هذه زاد خذيتها تاع البانيني باهية زاد كبيرة ماهيش صغيرة، بما اني عندي بونيس قلت علاش لا خليني ناخذ بيه قبل ما يمشي عليا. وخذيت هذه نتاع العسل عندي واحدة، اما كملت كعبة اخرى كان نعملش فطاير والا بامبالوني ولا اي حاجة، تبدا عندي زوز كعبتين فوق الطاولة. هذه شاركتها المرة اللي فاتت خذيتها في بالكم بها، اما استعملتها كان مرة بركة وغطيتها هيك معك البلونش اللي خذيتهم الطوال خليتها لهنا على جنب. وهم اللي قلت لكم عليهم خذيتهم نحط في الاصفر في البلاستيك خير من البلال. عندي واحدة صغيرة وواحدة روز وواحدة خضرة وواحدة بلاو زرقاء، وديجا واحدة تهز إترا ونص إترتين وثلاثة إترات عجبوني. قلت علاش ما ناخذش ونعملها في البلاستيك خير. هذه زاد خذيته المرة اللي فات في بالكم بيه وريته لكم، زيت ما حليتوش عملت فيه كان مرة بركة. زاد الرمضان باهي، وهذه عجبتني بصفة غريبة وحبيت نشريها. تجي فوق منها بوفي بيتي فور جاتو كيك اي حاجة مادلين، عجبتني ياسر وحلوة وطالعين. وليت خذيت منها كعبة ما حبيتش نكثر باش ما تبديش الطاولة معبية برشا في رمضان، مازلت ما حليتهاش اما عجبتني البلاك نتاعها رزينة برشا. و كما تشوفوا نجم نستعمل البلاك وحدها هكا والا نجم نركبها، وكي نحط عليها مثلا حاجه بالزيت ما تتمسخش، يعني مثلا نجم ديما نغسلها. فما البلاك هذية وفما البلاك هذي، الزيت ما ركبتهاش هكا كما تشوفوا عجبتني. النجم مثلا نستعملها هكا والا هكا للزوز. وخذالي زوجي في راس العام كادو نتاع راس العام خذالي طنجرة دوما عجبوني بصراحة باهين عجبوني. حطيت الخطوات لهنا على جنب علاش خاطر باش يبين لي وجهي، انا ما نحبش نظهر توا برشا قالوا لي نحبوا نشوفوك. الحاصل هذوما عجبوني ياسر محلاهم حلوين وكان الفاسون نوع جديد، خذاهم لي راجلي في راس العام وخذالي معاهم طنجرة كبيرة خلاص ما نجمتش نوريها لكم رزينة. هذوما تناجر والله مزيت نخمم، انا ديجا تناجري جدد اما مزيت مانيش متاكده باش نهزهم لداري في تونس والا باش نخليهم مانيش متاكده منهم خاطر هما بصراحه كاليتي باهيه مانيش متاكده. وبالنسبه للسربيس نتاع الطاوله انا خذيت عجبني النوع هذا بصراحه، عندي خاطر الابيض المربع عجبني النوع هذا خذيته نتاع 12 قطعه. هذه نتاع القهوه بسم الله، هذه نتاع قهوه وهذا نتاع الجاتو منظرهم حلو ياسر. وخذيت هذا نتاع الصحن الغارق وصحن البلا صحافي ما لقيتش اما خذيت لها مصحافي هكا بيض كما تشوفوا هكا، وهذا ما هم المشتريات. هذوما زاد خذيت واحد صغير المرة اللي فاتت وكملت واحد كبير، ديجا مازالو مسخين بالغبرة حالتهم حليلة خليتهم فوق الطاولة مدة طويلة. وهذوما هما هذه نتاع السلاطة ويجي مع بعضو هكا. وعندي بالطبيعة الأبيض وعندي الروز الأورانجي نتاع كل يوم باش نحيه ونخلي هذا نتاع كل يوم، عجبني ياسر حلو حتى في الوردة نتاعو والفاسون نتاعو والماركة زادة نتاعو والكاليتي ماركة معروفة ألمانية. وهذه هي المشتريات نتاعي الرمضان، مازال الديكور ان شاء الله نشوفوه مع بعضنا.
في فيديو قادم إن شاء الله يا ربي الفيديو نال أعجابكم، ويلقاكم في صحة وسلامة، ونقول لكم إن شاء الله رمضانكم مبروك، ونعاد عليكم بالصحة يا ربي، وإن شاء الله تعجبكم المشتريات وتعطوني رأيكم في السيرفيس نتاعي، إن شاء الله يعجبكم. إلى اللقاء.